الطيبين أهل مصر. بيحلموا برئيس يخاف على مصر. مبارك شعب مصر. لكن السؤال، مين هو رئيس مصر القادم؟ هل هو ليبرالي؟ أم هو طيار إسلامي؟ رسلنا على الاسمس باسم مرشحك أو رقمه. أبو العز الحريري، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي. محمد فوزي عيسى، حزب الجيل الديمقراطي. حسام خير الله، حزب السلام الديمقراطي. عمرو موسى، مستقل. عبد المنعم أبو الفتوح، مستقل. هشام البسطويسي، حزب التجمع. محمود حسين جلال، مستقل. محمد سليم العوة، مستقل. أحمد شفيق، مستقل. حمدين صباحي، مستقل. عبد الله الأشعل، حزب الأصالة. خالد علي، مستقل. محمد مرسي، حزب الحرية والعدالة. ارسل رسالتك على الأرقام التالية.